يا فيما على راديو اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. هذه حلقة جديدة وضيف جديد. ضيفتي اليوم متعددة المواهب، ممثلة، عارفة أزياء، راقصة، جريئة في اختيارها لأدوارها، ما عندهاش مشاكل مع أدوار الإغراء، وعندها كل المواصفات اللي تنجم تخليها نجمة عالمية، بما أنها متمكنة من أكثر من لغة وبطريقة محترفة برشا، تحكي الإيطالية، الفرنسية، الإنجليزية والخليجية في اثنين. زيد على هذا، ضيفتي اليوم أقل من نجم نقول عليها في كل ظهور تلفزي إنها جميلة، وجميلة جدا زيد. اليوم مش نحاول نقربوا لها أكثر ونعرفوها بالكدي. ضيفتي هي الممثلة عبير بناني. عبير أهلا وسهلا. عسيمة، مرسي فور لانفيتاسيون. أما لابورتري، فرحاني برشا اللي انتي موجودة بحضينا عبير. قبل ما نبدأ البرنامج متاعنا، فما الالتزام هذا لازم تقرأ أو تفوى. الالتزام بتاع شنو هذا؟ هذا الالتزام اللي خليك تدخل البرنامج باش تقرا بصوت عالي وتصحح عليه. هذا كيما الالتزامات اللي صحوا في المراكز باش ما تقفش العباد. كيفاش صحوا التزامات للضيوف؟ اقرا اللي شنو مكتوب. باهي، اني الممضي اسفله السيده عبير البناني اتعهد بان اكون صريح وجريء وأجيب على كل الأسئلة وأن ألتزم بقواعد البرنامج وأن أكون صادقا وحريص على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة وتحمل مسؤولية كاملة فيما أقول. أي؟ هو أنا ما عنديش مشكلة في صراحة. صحح لي؟ نصحح بي. مرسي. أمش خليها عندي ذولي. لا لازمني ناخذه باش نجم ونبدأ البرنامج. أها، تحبش خليها عندي وبعدك نعطيه كيتوف على الميسيون؟ نعمل لك نسخة كان تحب. أه بي. مرسي عبير، بعد ما صححت نجم نقول لك مرحبا بيك في الدوامة. الدوامة. أنا كنت جيت نضحك راني بعد الالتزام ما عادش قادر نضحك. نحبك تقعد ديما تضحك. أول فقرة في برنامجنا عبير هي نخرجوا للشارع التونسي ونسألوا عليك. تونس شنو يحبوا يعرفوا على عبير بناني الممثلة؟ الأسئلة اللي تعاودوا أكثر من مرة، أكثر سؤال تسأل قديش عرست من مرة؟ السؤال الثاني صار لك في الداخلية؟ والسؤال الثالث شنو تخدم بما أنه التمثيل هواية؟ هو خليني نعطي بتيت رمارك اللي مادام انسان يختار الخدمه نتاعنا واكسبوزي في التلفزه وميدياتيكمون بارلون يتعدى ويشوفوا العباد ويدخل ديار الناس وكل شيء، من حق الببليك يسال حاجات سيغتين معناتها سيغتين كيستيون على حياته بلوز او موان، على شنو يعمل، شنو مشاريعه اكسترا. مي يا دي كيستيون تري بيرسونيل اللي انا بيرسونيلمون ما نراش شنو الاضافه اللي تضيفها للانسان باش يعرف. انا مثلا ما نعرفش بون بو ريبونس الاولانيه قداش مرة عرس مرتي. الكيستيون الثانيه جاوبت عليه برشا مرات وما عادش عيني باش نحكي فيه الموضوع هذايا قديم وهازبين. السؤال الثالث وي الممثل التونسي مالوغوزمون في تونس ما يصورش برشا فلوس، دونك بوغ مانتونير ان سيغتان نيفو دو في يلزم نخدم خدمه اخرى. مانيش نخدم في حاجه ايليغال الحمد لله. جو سوي كيلكان دو تري باتريوت. الفلوس اللي عندي اللي نصورهم الكل باي طريقه كانت نحطهم في تونس، نهبطهم لتونس ونجو لي انفيستي في تونس. هذوما الاسئله اللي سالوهم التوانسه وهذه كانت بيها. اجابات عبير بناني. طيب باش ندخلوا في الاسئله اللي يخصوني انا. نبدأ بالمرحله الاولى اللي هي المرحله اللي نبداو قراب ياسر من بعضنا، سهله برشا، واللي هي زون فيرت. زون فيرت، سؤال نبداو به المرحله هذه لضيوفنا الكل اللي كانوا معنا ولا اللي باش يكونوا معنا. قديش تعطي روحك على عشرة؟ عشرة على عشرة شيخة بروحي على الأخر. عشرة على عشرة بيني وبين روحي متصالحة برشا مع روحي. ما فماش غرور؟ لا مانيش استنى خل نفهم السؤال. انت فهمتك علي جبت لي قهوة طوى فهمت علي جبت لي قهوة. تقييمي النفسي كأنا قديش فرحانة وراضية باللي عملته في باللي عملته حياتي جسكو جوردوي. 50 في العشرة. 50 في العشرة. ايه على العشرة. بيه؟ 50 على 10. 50 على 10 خاطر اللي نعمل فيه اللي يقول لي عليه مخي،
مانيش متأثرة في حاجة، يزمني نكون كيف ما الناس، ما يزمنيش نتبع إفي تخوبو اللي يعملوا فيه الناس، يزمني نكون كيفهم، ما نلبس كيف ما العبيد، ما نحكيش كيف ما العبيد، ما خممش كيف ما العبيد. شيخ على روحي بيني وبين روحي شيخ، نقوم على صباح نبدا شيخ، عامله بون كيف على روحي على صباح. ماتنو شنو كنت نجم نعمل حاجات ما خير بيان سور، اما مانيش راه في روحي 10 على 10 لا توا، ولا تضارب في الاقوال. ها ها جوستمون ما فهمنيش لا كيسيون، ما فهمنيش انا ما فهمتش لا كيسيون. مال انت قلت لي كيفاش تقيم نفسك بينك وبين روحك؟ ماتنو انا كومون جاباري او جون حاجه اخرى، يمكن نجم نكون صفر على 10 بيني وبين روحي. هذا انا قلت 10 على 10 شد فيه جمانتيا 50 على 10 قلت 50 على 10 باه. السؤال الثاني، في كل حوار تلفزي ولا اذاعي وانت تلقى الفرصه تقول انك ما تشربش، هل نخلي لك وقت في الاخر تقولها فيه ولا تحب تقولها من تو؟ ميساج نجم نقولها توا وفي وسط ليميسيون وفي اخر ليميسيون، ماهيش فخرة، سي ان شوا بيرسونيل. وكان تحب نزيد نعطيك سكوب، ها نقول لك من الاول بالكل علاش جي ديسيدي باش ما نشربش وانا صغيره. جي فريكونتي ان بو لو موند دو لا نوي وانا صغيره، دونك على لاج دو 20 عام بديت نخرج نسهر كي يجي لي ونديدي. كي نشوف الهيئه نتاع البنات في اخر السهريه كومون ما تعرف حاله حليله et d'autres personnes qui peuvent en profiter de ça. انا j'ai eu le choc de ma vie. قلت انا ديجا صابر ويربيش نسلك، علاش انا نخلي روحي بخوا عرضه وانا ديجا نجم نكون وانا صابر فايقه 100 مليار بورسون. من بعد ولا بسيشيكمون وليت نرفض لو غو دو الكول، نكرهو ليه هو بار ريليجيون ليه هو بار برينسيپ، باش ما نلقاش روحي دون سي كونديسيون. ضد انه تكون عندك شكون من صديقاتك ولا من اصدقائك يشرب؟ لا با دو تو، تشجع؟ لا لا ما نشجعش، سي ان شوا بيرسونيل، شوي دون لا توليرانس لا بلو ابسولو. ميتي الله يرحمها كنت نخليها يعيشك تعيش وترا، معناتها سي سا بو موا لو كونسيبت تاع انسان يكون مسلم، يقبل اللي يشرب ويقرب يقدر يتصلي واللي يعمل كل انسان حر. نفكرك عبير اللي على طول ليميسيون عندك دو جوكير تنجم تستعملهم. الجوكير الاولاني تقول لي سؤال هذا ما نحبش نجاوب عليه ونزابيه، والجوكير الثاني يمكنك كونك تزابي الكيستيون تتعديه لكن مقابل حاجه اخرى، مقابله يا اما تحكي نكته يا اما تغني. نغني كيما نزيد نحب نقول لك اللي فما فريق اعداد قاعد يتابع فينا، من بين الفريق فما بسيكولوج مركز عليك انت، مرحبا يغزر لك باش يقول لي الاشارات نتاعك على شنو تدل، توتر ماكس صادقه ولا حاجات هك. هما يقولوا لي وانا نقول لك. داكور، اما راني دوب ما دخلت راني كنت كول على الاخر دابيتود توت ميز انترفيو بتاع لي انترفيو الكل ولا متى اي اباريسيون نبدا ياسر زين وشيخ وكل شيء. tu m'as mis dans des conditions moche sympathique j'attends le pire. هما ديجا قالوا لي ظاهرة متوترة ملي قاعدة تحكر في ملي تحرك في الكرسي ولا وهذه ساعة قعدت لك هكا في البريزونطاسيون صحيح. قاعدين يقولوا لي خايفة من حاجة ما نحكيوش فيها. اي فما موضوع ما تحبش نحكيو فيه؟ اي سيغتينمون كل واحد عنده دي دوسو سيغتينمون. واه هكا باش تجبدهم عندي الدبوزة هذه باش نضربك بها ديريكت. ما تظهرش انا يقولي اول مره باش يراوني في كنت اجريسيف حتى مسيزه في هكا شبات نسلك جنتيمون. انت اليوم يظهر لي هذا باش تجي على راسك. ما تظهرش عبير يعني الانوثه هذه تخبي العنف الكبير هذا. نعمل في الكيك بوكسينغ كار قتلي قبل النساء. كل جمعت بسيكاتري حلوك تو. باه السؤال اللي من بعده، شنو اول عمل تحطه في السي في نتاعك كي تمشي الكاستينغ؟ شرش. هنا نحكيوا عليه شويه. شرش واحد يعتبر من نجاحاتك ولا في تجربتك من انجح الاعمال؟ هل تعتبر انه وليد مطار جازف ولا تهور كعيت لك في دور محترم نسبيا؟ باه جازف وي افون مي افون افون مي افون لاكيس تهور لا خاطر لا بري سون طون. من نهار اللي تقابلنا وحكينا كتب ومن بعد خليها حكايه سكريت وما قاليش اللي هو كتب على خاطري وللسيناتور نتاع الكونترا ما قالي حتى شيء pour ne pas risquer que je me la pète la grosse tête ou drachné. Donc Tahour là il a pris tout son temps. Joseph
جرأة كبيرة منه يعيط لك في دور ما فيش يعني الدور خليني نقول محترم نوعا ما مقارنة. علاش تقول لي في محترم أنت نوعا ما؟ مش محترمين مكتوب دور عبير مش محترم مكتوب عبير في حد ذاته مكتوب عبير مكتوب c'est une femme qui existe في société tunisienne depuis l'ère de temps et jusqu'à la fin des temps. C'est des gens qui luttent de leur manière. Ils n'ont pas eu les mêmes chances que d'autrui. فهمتش انت المقارنه ما تنجمش تكون بين العمل التلفزي والعمل السينمائي. سي دو مون ديفيرون. هذا التلفزي انت قلت دور محترم مقارنه باعمالك في الافلام الاخرين الكل محترمين. سي دي جون كي اكزيست كي فيف افيك نو. كان انا كممثله ما نحكيش عليهم شكون باش يحكي عليهم؟ نقبل هالاجابه. السؤال اللي من بعده، تنجم تتنازل وتقبل في يوم من الايام دور ما فيهش اغراء جمله تيلي عاد تو شنو وليت لي تو دور شر شنو اللي نتنازل يا اخي؟ انا ما نخدم كاين بروفوكاسيون زعما هذيك معناها الريجستر اللي انا حطيت فيه روحي. لا ما قلتش عاود لي ريزاتور يكلموك تقول لهم لا تو فما خدمه في الخمسين سنه وتزيد تقولوا لا انا جو سوي كابابل دو لو فير جو مو تروف كابابل باش نخدم خدمه فيها بروفوكاسيون تو لو في بيان. Merci. Mm-hmm. C'est un témoignage. Mais moi, je t'aime et chercher. Merci. T'aime et ni celle qui te fera في أعمالك. ونحكي وزادة حتى الأعمال اللي مش كان في تونس. خاطر نجم اليوم نقول نجمة عالمية. عايشك. بما أنك مثلت برشة أفلام البرة ونقول زادة اللي أنت تعديت في رايونو. أي. أي. وياسر فرحانها بها على باريسيون هذيك. باش الناس اللي تسمع فينا زادة تبدأ واعية. قاعدين نحكيوا على ظهور تقريبا ما بين الخمسة وسبعة ثواني. نجم تصلح لي كان نجم تصلح لي كان بلغت بون فيه سي لا فيغوراسيون انتيليجونت خاطر عندي تكست الدوره هذيك الى ايتي ابري ان كاستينغ مي رود قلش عليها ما نعرفش صورت مع هوليوود فهمتني كاستينغ واسي واسي من الاول ومن بعديك جابوني نهار باش يعملوا اسي كوستيم واسي ماكياج والبيروك نتاع مونيكا بلوتشي وسي ان فيلم اللي هو يحكي على البيوغرافي دو سانتو غاستن دونك لو فيلم ان لوي ميم سي ان غرو بروجي وخذاو منه لي بيتي رول من تونس ونفتخر بيه. علاش؟ على خاطر انا نهار التصوير الناس الكل ترعش من المخرج اي بيرسون نوز باش يحكي معاه خاطر الكونسنتراسيون نتاعو كانت على ممثل اسمه اليساندرو بريسيوزي اللي هو يلعب دور سانتو غاستن دونك بيتي جون موان جون حتى لي ندر شنو سا بيوغرافي حياته. انا جرد فيغوراسيون حاضره وكل شيء نورمالمون ما عنديش حتى كونتاكت معاه وداير فما برشا ممثلات تونسيات خدموا في السيكونس هذيك في لاكس هذاك وقصوه ما تعديوش. انا السيكونس بتاعي تعديت في الجينيريك في رايون في رايون اي اي افتخر جيت وقلت شوف حكيت جي في ان ابروش بالايطاليان قلت له انا ما يقلقنيش راني هو فما سين تاع ابيزي جيت سوبوزي باش نبوسو اليساندرو بريسيوزي في الدور قلت له انا راه ما يقلقنيش نبوس حتى للصباح بالعكس نجم نغلط في المشهد ونعاودو جوستمون قلتها كانك حاضر معايا مي قلت له سي تري اتوندو سي ان بيزي تري منتظر صحيح. ما اكسبكتد برشا عطيتو كادو قال لي كيسكو تو مو سوجير قلت له مو جو لو فري كوم سا اوكي دان عجبته الفكره واللو جو وانا عجبتني برشا زاد الفكره ولا العرض اللي كان من الاول ليه شنو طلعت الكاليتي في الاخر باه اخر سؤال نكملوا بيه قبل ما ناخذوا فاصل صغير انت بليت برشا حبيت جو تيان تو لو دير سان كومبليمون ضيعت لي تركيزي شويه فريق الاعداد يقولوا لي لازمك انت تركز سؤالي الاخراني قبل ما ناخذوا فاصل صغير شخصيتك قديش تعتبر فيها ان بورسنتاج جرأة ووقح؟ عندي 80% جرأة. لا شنو الاخرين؟ وقح شوف بين الجرأة والوقح كيما لامور لا هين كيما لا فولغاريتي لا سيكسواليتي في شعرة معاوية. ابري ا مون كريتير ا موا جو سوي دون لا جرأة.
لوداس 80% الجرأة. هذا اللي نعمل عليه ان شاء الله في المراحل القادمه من الحوار معك عبير بناني. فاصل صغير لليان نتاع من بعد. بسم الله فاصل صغير ونرجعوا لفيونكو. يلا ناخذ فاصل صغير ونرجعوا خلينا ندي الامور في الفاصل ونكمل الحوار. ماش بدور بيا.